سلام بنات، كديري لاباس عليكم؟ كديري مع الصحه؟ شخباركم؟ مقنع كان كلشي بخير وعلى خير كان مهم. اليوم غادي نشارك معكم واحد الفيديو، غادي نخرجين انا وماما دغيا بالزربه، ما غاديش نتعطل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله غادي نمشيو لايكيا، غادي ندير لكم فيها واحد الدويره خفيفه، المهم بغيت ناخذ غير شي حويجات خفاف. ايوا خليكم معايا باش تدوزوا معايا هذا النهار. غادي نبات عند ماما، رضات عليا قالت لي وجايه، قالت لي ماما مرحبا بك بنتي، جي باتي معانا. وجايه وجايبه معاش، قالت لك غادي ماما جبت معايا كفتتي، قلت لها دبري على كفتتك انتيا. المهم حنا دابا يلا غادي فاش نوصلوا ان شاء الله نضرب لكم واحد الدويره. وهي ماما غادا هي هدايه وصهيب، هذو هما اللي غاديين بهم. بصح قالت لك ماما بغات دير قيطون هنا، حنا وصلنا لايكيا. انا مبقى شاده شاده فيا القنبه. هيا عيشه ماما الكل، عيشه المزاري هاد هي عندي قناه اخرى ديال البيع والشراء. صافي تديري حاجه تصيفطها ليا تديرها ماما، ونحطها لكم ان شاء الله في الكومينيتي وتشوفوها. بس انا الاولى ماما تولي هي اللي تشري من عند راسها، ماشي الناس اللي يشريو من عندها. اللي عجبتك نشريها قبل ما يشريوها. الله يخليك. اجي ماما، ماما عافاك. كنت انا اللي غادي نطيح الصبحينه. هذه 4000 درهم. هذا هو السي اللي باغي يدير عزيز في هذاك الصالون. كراسي
هانتوما المسيز فنه كتجر فيها دو بلاص. ماما دابا راه غنم وفيها مجور وفيها مجور. هادي زوينة. صافي انا دابا من بعد ما دخلنا من الايكيا غادي نوريكم داكشي قليل اللي خديت. خديت هذا كنحيد باش نوريكم كل حاجه بحاجه. هانتوما هذا عجبني كيدور بحال هكا. خديت انا واحد وماما واحد. هادو دايرين الثمن ديالهم 119 درهم. هادو خدينا جوج. خديت هاد الشبكه ديال ما غاديش نحلها دابا نديها للدار ان شاء الله ونوريها لكم. المهم هاد الشبكه زوينه. هادي ب 199 درهم تقريبا 200 درهم هاد الشبكه ديال الماين. خديت هاد الكويسات ديال الاتاي ديال الاستعمال اليومي نوريكم. هما شتو هادو يمكن 19 درهم للباكيه فيها 6 كل باكيه فيها 6. خديت جوج باكيات. خديت جوج باكيات. فاش كنا جايين طلبنا صاقة خديت هادي هادي ديال الشيته ديال باش ندهن بيها. زدت هادو كنت عندي منهم وزدتهم في الثلاجة. زدت جوج تنشوف شحال غادي يخصني. هادو هادي دايرين في 5 دراهم. هادو دايرين يمكن ب 9 دراهم. هادو هادي يمكن ب 25 درهم. هادي باش عجبتني فيها الداخل يعني كتحكي وكيبقى لك هذاك الشيء الداخل عاد باش تخوي. المهم غاديش نحل دابا حتى نمشي للدار ان شاء الله ونوريكم كلشي. هاد الشبكه خديت غير الشبكه ما عنديش الشبكه باش نصفي الا بغيت ندير نغسل الخضره ولا شي حاجه. خديت غير وحده. وخديت هادو ب 18 درهم. ها هما التسليفات فيها 6 ديال البياسات. هادو تحطي فيهم داكشي ديال الصباح فرماج كوفيتير. انا خديتهم على قبل التصوير. ها هما الشوم زوينين. هادو 18 درهم. صافي هادشي اللي خدينا. بارك منك دابا ماشي انا اللي شريتهم ليا. ماما شراتهم ليا ب 18 درهم. ها هما بغات كاع تسد. عرفت كيفاش يديروا لها هادي. ها هي مهم. المهم دابا ايوا صافي هادشي هما اللي خدينا فاش خرجنا انا وماما. خليكم معايا حتى تكملوا معايا هاد النهار كيف غادي يدوز. غادي ندوز دابا نوجد العشاء. هنا خديت هاد المقله ديال ماما. بالنسبه لهاد المقله ماما مسميها المقله العجيبه. غادي تلقاوها في القناه ديالها حاطه فيها بزاف الانواع ديال الوصفات في هاد المقله. صراحه عمليه بزاف وزوينه. هنا خديت زيت الزيتون. المهم انا اول مره غادي نجربها. خديت زيت الزيتون درتو في المقله. غادي ندير ليها البصله واحد جوج فصوص ديال الثومه اللي قطعتهم طريفات صغار. غادي نخلي البصله تحر واحد شويه. هيا ربي السلام. هيا جات الباب طعني كد زعما طرون الباب سادة عليا. جرات عليا من الكوزينه وزدت كملت سدت عليا الباب. وانتم اللي منوضين الضيف الطيب ليكم ما حشمتوش زعما ضيف. وانت ما حشمتيش جري عليا من الكوزينه وما لقيتي عمقلاتي العجيبات. قلت لهم قلت لهم دايره مقلات ماما العجيبه مقلاتي العجيبات هذه. مو ماما قالت لي الا عجبتك خديها ماشي مشكل. لا مزيان تبارك الله. يلا قلت لي زعما ما كنتش مخدمه كاميرا قلتي. انا دابا خديت الكفته هنا جبت معايا من داري جايه وجايبه معاش. ولكن المطيشه وهذا الشيء كله من عند ماما. ندير فيها شويه ديال الملحه وغادي نكثر باش ماما ما تاكلش الملح. لا 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 كلشي قابله لكلشي انا واخا ديري فيها نخاف على ولادك ما ياكلوش. لا لا تحميره انا كطلع ليه الدم كتحيد منه. ها احسن هذا ما عرفتش شنو هو البزار. ودابا انت اللي تقولي ولا انا ياك انت ما عرفتش شنو هو هذا. خرقوم بلدي هذا سكنجبير هذا خرقوم الرومي. لا صافي انا حدي حتى هنا. لا ما كندير ماما كديروا بالتخبيه. انا نقول لكم
تديروش قدامكم ما كتقطعوا كدير. انا كندير حيت 60 عام انا ناكل فيه ما دار لي. كدير الملون. كندير الملون ما دار لي والو. ما بغيتي تشوفوا ماما. ومالي شمت بوقيصه. قولي لي الشافه شوفوني كي دايره على حقيقتي. صافي بصلو نتوما راه تشحروا زوين عندك هاد المقيله. الله احد. غادي نضيف الفلفله ومطيشه نخليهم تي فيها الغلطه درت فيها شو مره دصويت كانت كتغني الاغاني المغربيه الاصيله وحدام ايوا كان يا مكان المهم صافي دابا غادي نخليها تعلق ونرجع معكم. بالنسبه لهاد المعلقه راه بحال الكوكوط هانتوما بدا ماما قالت لي انا عجبتني ماما صافا تعطي ليا انا طيب صافي شكرا انتما سميتو وتنقصوا تنقصوا العفيره دغيا كطير راه ما كتبغيش العفيه مزياده. نفس الثوابت اللي درت في الكفته غادي ديروا هنا مع هاد لاصوص هادي ولا مع هاد الشرموله ديروا التحميره غادي نزيد البزار غادي نزيد الكركم ديالي وسكنجبير غادي ندير شويه الملح غادي ندير واحد الضويمه ديال الربيع ما لقيتش ربيع د ماما عندها غير هاد الضويمه غادي ندير وحيده غادي ندير شويه ديال الكمون شويه في شفته المجهده صافي غادي نخلط كلشي مزيان غادي نخلي الشرموله ديالي حتى كطيب مزيان عاد غادي نضيف الكفته بالنسبه للمطيشه ممكن تحكوها صافي من بعد ما طابت الشرموله هانتوما راه دابت شفتو غادي نحاول نحط فوق هاد الكفته صافي دابا الكفته ديالنا راه طابت غنحبس عليها البيض ندير شويه ديال الكمون شويه البزار وشويه الملح صافي العشيوه ديالي ها هي طابت دغيا دغيا ساهله ممكن ديروها في اي محله نتوما ايوا دابا هنا نخليكم ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفات جداد مع فلوقات جداد باذن الله خليتكم في امان الله.